استيقظت الكويت على غيمة دخانية سوداء غطت سماء محافظة الجهراء إثر اندلاع حريق في مكب الإطارات المستعملة في منطقة الرحية على مساحة تتراوح بين 5,000 و7,000 متر مربع. هذا وقد تعامل مع الحريق الذي شب فجر اليوم عدد من مراكز الإطفاء بمساعدة من بعض الجهات الحكومية. وبهذا الصدد أكد وزير الإعلام الشيخ محمد عبد الله المبارك أن الحكومة ستشكل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب الحريق، وستطلب من المجلس البلدي تخصيص أماكن بديلة وبعيدة عن المناطق المأهولة لمثل هذه المرادم، آملا سرعة تخصيص هذه المواقع. تقرير محمد الحياري. لم يكد يمر يوم على التحذير الذي أطلقه أعضاء مجلس الأمة خلال زيارتهم إلى موقع مكب الإطارات المستعملة في منطقة الرحية في محافظة الجهراء، حتى اندلع حريق في الموقع فجر اليوم لتشب ألسنة اللهب في آلاف الأمتار من الإطارات الملقاة مشكلة غيمة سوداء غطت سماء الجهراء، غير أن رجال الإدارة العامة للإطفاء وبمساعدة من الجيش الكويتي والحرس الوطني والبلدية وشركة نفط الكويت تعاملوا مع الحريق بشكل فعال إلى أن تم تطويقه وعزله عن باقي الإطارات. قامت الحقيقة فرق الإطفاء ومعها أخوانهم بالبلدية من الساعات الأولى صباح اليوم بتقسيم المنطقة إلى قطاعات، ومن ثم عمل حواجز ترابية بحيث تعزل منطقة عن منطقة أخرى. الحقيقة الآن الموقع تحت السيطرة تقريبا تماما، وإن شاء الله سوف ننتهي منه بأقرب فرصة ممكنة. وفي مشهد أعاد إلى الأذهان صورة حرق الآبار النفطية إبان الغزو العراقي الغاشم، تداعى أعضاء المجلس البلدي إلى الموقع ليعلنوا عن جملة من الإجراءات التي سيقومون باتخاذها لإيجاد مواقع بديلة.